اكتر حاجه انت تسمعها وتصدقها كل السنين دي في الدين حكايتي الخلافه، والخلافه وحلم الخلافه، وفين لما كنا مسيطرين على العالم؟ مش عارف سمعتنا بكده وانا بقول لك، ويعني لما كنا مسيطرين على العالم، يعني ما الاسكندر كان مسيطر على العالم، والرومان كانوا مسيطرين على العالم، والفرس كانوا مسيطرين على العالم، وهتلر كان مسيطر على العالم. عالم هي روح العالم، عالم هي القصه بكده بالفتونه، ولا القصه بالحضاره وبالرساله؟ طيب نيجي اقول لك ايه، والمسلمين صول طول الوقت متفتتين، يوم ما نتحد ونبقى زي الخلاف ونبقى خلافة. ويبقى يضحك عليك الراجل اللي بخطف في الجامعة، يضحك عليك ويقولك الكلام ده، والمدرس بتاعك بيضحك عليك في المدرسة ويقولك الكلام ده، والواد اللي عايز يجندك للجماعة بيقولك الكلام ده، والسلفيين في الجامع فاهمينك ان الحياة الدين عبارة عن جلبية قصيرة ودقن طويلة وتحلق شنبك وتحيي الخلافة، والموضوع انه الخلافة واين الخلافة. وبعدين تلاقي ايه بقى خناقات الازهر مع داعش، ايه ان داعش رأيان الخلافة الان فورا حالا، والازهر لك ما مش وقته الخلافة وان الخلافة بس اصل الظروف والايه. يا جماعة انا بقول لكم لتذهب الخلافة الى الجحيم، لم يأتي بهذا الانحطاط والانحدار الحضاري في حياتنا الا الخلافة، والخلافة ليست ركنا من اركان الاسلام، واللي رأيه أن الخلافة جزء من الدين هم الشيعة، والإخوان والإرهابيين يمشون وراء هذه الفكرة التي ليست لها أي علاقة بالدين. ثم خلافة إيه يا أبو خلافة؟ مصر تم احتلالها 74 سنة وفي الخلافة مسيطرة عليها الخلافة العثمانية. الجزائر 150 سنة احتلال وكان في خلافة. ونروح بعيد ليه؟ المغول والتتار لما طاحوا في الأمة الإسلامية والحضارة الإسلامية وسيطروا على بغداد ونهر دجلة بقى اللي مليان بالدم واللي مليان بالكتب اللي اترمت من مكتبة بغداد واللي حصل في سوريا، ايه ده مكان ايه؟ مش كان في خلافة ولا ما كانش فيه؟ طيب بلاش يروح بعيد خالص الى 200 سنة من الاحتلال الصليبي لفلسطين والبيت المقدس. 200 سنة تحتل فيها القدس تحت عصر الخلافة وأثناء الخلافة، الخلافة العباسية والخلافة والمماليك والأيوبيين. 200 سنة. خد بالك أنه صلاح الدين الأيوبي صحيح استعاد القدس بيت المقدس، لكنها ضاعت تاني، تم احتلالها تاني بعدها 40 سنة، بس عشان المسائل ما تفتحش معاك قوي انت، بس في فيلم، في جزء تاني في فيلم صلاح الدين انت شفتوش لانه ما اتعملش. طيب اذا احنا بنتكلم عليه، اذا كان انت عايز تقول لي انه الخلافة هي رمز التفوق وان هي الدي وان هو ده سبب الحضارة العظيمة للمسلمين، فانت الحقيقة تكذب على نفسك ومستمر في كذبة حمقاء وهراء بلا معنى. كونه بس انه بيتكرر كتير قوي فانت فاهم قال ده كويس. يا اخي انا بقول لك اهو، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، السودان، سوريا، العراق، هم كانوا شام لوحدهم، ولبنان، ادي الثلاثه هم، كل دول قعدوا محتلين مئات السنين في ظل ما انت تدعي زورا ان هو مجد المسلمين، لا مجد ولا نيله. وكان حكام ظلمة فيهم مشاهد منيرة، فيهم انتصارات عظيمة، أيوة فيهم، لكن اللي عمل الحضارة دي كلها ما كانش الحكم، اللي عمل الحضارة دي العلماء اللي بالمناسبة حوربوا من هؤلاء الحكام، واللي عمل المجد ده كله المسلم العادي الطبيعي التاجر كده اللي بينزل إفريقيا واللي يروح يتاجر في البندقية، مش الحكام، لأن دول الحكام سقطت. واحكي لك بقى على كم واحد اتخانق مع اخوه قتله عشان العرش و انت تعيش في وهم كبير جدا اسمه الخلافه. فتوقف عن تصديق وعاظ المساجد كل يوم جمعه لانهم اجهل من ان يقولوا لك الحقيقه، ولعلك ايضا اذكى من ان تسمع الحقيقه منهم.